السلام عليكم جزير بوي بيج رياكشن. رجعنا لكم الاولاد برياكشن جديده كالعاده والعويد جديد موجود بيج رياكشن موجود. ومره هذه الاولاد ديتر باس شبوب وباس حاجه مش عاديه. ديدين كانون 16 هوماج هو والشاب حسني اسطوره الراي في العالم الاولاد حرفيا كذابة. تيتر 2023 تيتر ما عندوش 6 سوايع الولاد ما شاء الله 101,000 فيو يستحق أكثر وأكثر وأكثر. هاني من قبل حتى ما نسمعه خاطر بالرسمي أنا متأكد الولاد مانيش عارف كيفاش الرياكت عليه ما نكذبش عليكم خاطر كي نسمع الشاب حسني صاحبي نوح اللي فهمتني ولا ننسى لي أنا رياكتي وننسى لي أنا أصلا فهمتني ولا قاعد لهنا ومعاكم الولاد راني باش نسرح. دونك إذا سرحت ولا فازة فهمتني ولا ما تاخذوش عليا خاطر بالرسمي أنا متأكد حاجة شباب على الأخر على الأخر على الأخر خاصة ديدين كانون 16 الحبايب ما يفادلك الجملة الولاد فما الفوضى الولاد فما الفوضى الولاد وملا فازة وملا فهمت ملا لقطة الولاد فهم كيفاش هيك ديدين كانون بالرسمي ما يفادلكش صاحبي. ليتس جو نشوف شنو الفوضى مع بعضنا نفهموا العملية بالكدا 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 نوحلو مع الموسيقى مع الفن مع الراي مع الراب. ديدين كانون 16 شاب حسني كان ثابة ليتس جو يلا كسويت مزبط مانيش فاهم ما قاعد نفهم صاحبي وكسويت الشاب حسني راح هدي الدوها عليا صغري ضاع جهلتي لنتي انتك صراحك شوفي اللي واتيك اوكي اوكي جراح البرام الكية يجي الفرح تعيشي مهنية ان شاء الله يجي اللي فيا ينسيك ان شاء الله يجي اللي فيا ينسيك يا صاحبي ان شاء الله يجي اللي فيا ينسيك. اعطيني اخويا تتهنى انت شمك فيا شمك فيا انا مش عليك فيا انت تهنى جاوك بيه في الحفلات تهنس وسيس روحك صاحبي. الولاد كي واحد يخرج من حياتكم فهمتني ولا تحلوا كل باب صاحبي توصلوا الباب يدي للطريق توصل من الاخر الولاد من الاخر الولاد كدابة دابة الطابة تلعبة الصابة شبيك كذابة شبيك كذابة شوف بالا لا لا سيت ننساك ما كان حالة من الخيانة كبرتي على جديد المطار كسويت الولاد كسويت الولاد الولاد فوضى ذكريات مش عادية الولاد ذكريات مش عادية ترجع بوقت التالي خاطر الجيل متاعي واللي أكبر مني بشوية فهمتني ولا واللي أكبر مني يعني بصفة يعني الجيل متاعي أنا وأصغر مني يمكن بعام كيكة فهمت خلطنا على البيك متاع الشاب حسني فهمت كيفاش خلك عرفت كبرنا بالرسمي حرفيا يعني كلي حمد لله اللي خلطنا فهمت خاطر بعدنا ما خلطوش ما خلطنا على مرحله معينه مش شاب حسني فهمتني ولا موجود حتى وفي تونس الولاد موجود في البلايص الكل في القهاوي في الكراب تركب في اي بلاصه في الراديو تسمع كان الشاب حسني صاحبي اوتوماتيك مو من غير ما تشعر بروحك تتغرم بك الصوت تتغرم بك الفوضى اللي صايره صاحبي خاطر بالرسمي ملك الراي حرفيا حرفيا الولاد راني ما نسمعش برشا راية بس شي بحسني ما تفدلكش الولاد ما تفدلكش الولاد برجولية صاحبي منك بزاف كاين منك اولوف انت يا زلا كلاس وانا ماني ملهوف سمعت واش قالك
منك بزاف منك لولوف صاحبي. ماكش واحدة ولا واحد في الدنيا يا برو، كان في مخك عامل روحك فهمتني، ولا اللي انت واحد ولا انت يا اختيه كان عامل روحك واحدة في الدنيا. كانك ظالمين فهمتني، ولا الاحباء نتاعكم رب شي قوم خير منكم. تاني تهنى وثمانو صح. الواحد قلبه طيحه في خلاط التقدر، اللي ما عندها من لا ما عندها ما تخسر، مليون واحد رافض لا قبار يدك الدفتر، كاين تقدر تريح غير تشوب العين، يجوزو سنين تريسكي تباصي ولا تهجر. ما في بالي والو والو، ما في بالي شوكيس، ما في بالي بيزنس، ما في بالي والو، ما في بالي شوكيس، ما في بالي بيزنس صاحبي. في بالي داخل في محبة صاحبي، لقيتها شوكيس لقيتها بيزنس يا صاحبي، كذابة يا صاحبي. بالي والو ما في بالي والو والو، ما في بالي لادي انا دوك لي قالو، ما في بالي والو. مالا فايب الولاد ومالا بيت ومالا بيت ومالا فوضى الولاد. مع البيت كيفاش يدخل صاحبي صاحبي دي كانون في كيلو والله. ديتايل الولاد اللي في فوكوم تاع البيت زاده مازال اتفرج قصيته، مازلت نعمل هكا باش تسمع يدي تيتر اون ريبيت الولاد بالرسمي، اون ريبيت الولاد بيرفكشن صاحبي. صحايبي 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 صحايبي، نحيو الجو نعاودو نحطو الجيم صاحبي. هكا نكونو كملنا رياكسيون دي دين كانون 16 وما شيب حسني ملك الراي كذابة تيتر كما قلت لكم الولاد جديد ما بقاش عنده أكثر من 6 سوايع ما شاء الله. حاجة بيرفكشن، حاجة تتسمع، حاجة مش عادية، فايب متاع الأوقات الكل صاحبي، صباحيا مسائيا ليليا فهمتني ولا. فما برشا سادنس، فما برشا كما نقولوا داركنس الولاد فهمتني ولا كوتي دي دي كانون 16. اما فرد الوقت وصل لك معلومه صاحبي، وصل لك فهمتني ومعلومه ليك، وصل معلومه لروحه، وصل معلومه للعبيد اللي حاطه في مخاخه اللي رانا فما منها كعبه برك، او ما فماش منكم كعبه برك، رانا 7 مليار بشر فهمتني ولا، ولا 8 ولا قريب داخلين في 9 فهمتني ولا. راو يا صاحبي فهمتني ولا، كان انت عملت الخايب مع انسان حبك سوى ذكر ولا انثى نحكي الاولاد، راك باش تتضر. كارما از ريل، اكثر من الكارما القضاء والقدر موجود وربي موجود صاحبي فهمتني ولا، وكي توجع القلب راك تتوجع فهمت كيفاش. دونك بالنسبه للعبيد اللي ما بعضهم سوى صغار كبار عندهم مشاكل ما بينات بعضهم والا داخله فيهم العبيد والا عينين والا كذا، استحفظوا على بعضكم، الدنيا ولات تخوف، انك معاشر شكون استحفظ عليها ولا استحفظ عليه، ما تخسروش بعضكم وقاوموا خليوها على ربي وردوها ديما في الحلال صاحبي، وراو ما تندموش صدقني ما تندموش فهمتني ولا. اما كان باش تتعزوا وكان باش تعملوهم وباش تجيبوهم فهمتني ولا، وبتبيعتو يحبني وانا ما نحبوش، وبتبيعتها تحبني وانا ما نحبهاش فهمتني ولا، وتنقعد نتعزز عليها ونعملهم شي جي نهار وراكش تندم يا برو فهمتني ولا، ورش جي نهار وراكش تندم يا سيس فهمتني ولا، خاطر كيما قال دي دين كانون 16 فما منك لولوف، فما منك مش الالاف الملايين حرفيا مش تفديك الولاد. هذا ما يمنعش تيتر شباب برشا لولادك الشاب حسني فهمتني ولا صاحبي، شرف صاحبي انه واحد يرياكت عليه وانه واحد يسمعه، خاطر بالرسمي حاجه ماهيش عاديه الولاد، ذكريات مزيانه برشا. دي دين كانون 16 عرف كيفاش يخدم كالعاده، ذكاء ديما موجود عنده، من اذكى الرابورات اللي رياكتت عليهم في المغرب العربي وفي العالم العربي في الولاد، برجوليه خاطر ياسر ذكي ياسر يعرف ايش يعمل. بوان على ليني الولاد من الاخر.
هذا ما يمنعش فايب الوليد بيرفكشن من الاخر. بيرفكشن الوليد ما نجم نقول اكثر من هكا. سامحوني كان سرحت، سامحوني كان شطحت، سامحوني كان غنيت على غالب ما نجمش نشد روحي. ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون، ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا. نتقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن. نسيو شاركم كومنتاتكم، دليلكم، اجواكم، سبسكرايب نتاعكم خاصه. مرحبا بكم على انستغرام بيجي مطا رياكشن 22 مينسكول. مرحبا بكم على تروفو البلاتفورم اللي نحلوا فيها برشا لايفات الاولاد. دونك مرحبا بكم، ماذا بيا بالاخوه الجزيريه والمغاربه الاولاد. نعرف السيبورت نتاعكم ياسر كاسح وموجودين معايا من اللي تحلت الشين. دونك ماذا بكم تجيو بحذايا للتروفو، فهمتني ولا؟ نحلوا لايفات ان شاء الله بدايه من الشهر القادم، كل يوم يوميا ولا نهار بعد نهار. انا والعباد شنو طالبه، هذا ما يمنعش راني نهبط قبل ما نحل اللايف في الانستغرام ستوري نقول على الوقت. وهذا ما يمنعش اللي موجود في الديسكريبسيون او اللي عليك تنزل عليه تترقى روحك في تروفو تعمل كل فولو. ومرحبا بكم الناس الكل، ومرحبا بكم في الشين الجديده الاولاد اللي تابع اللايف البلاتفورم تاع اللايف اللي فيها اي كليبات ما خلطتش عليها لعبه في اللايف تلقاها غادي كسيوي جيمنج. كان جيمنج كامل ما كانش هايلايتس تاع ضحك تاع رياكسيونات تاع تفريد، فهمتني ولا؟ الشين اسمها بيجي لايف الاولاد، تلقاوها في اليا في الديسكريبسيون اليا الثاني. انزل عليها واعمل كسبسكرايب نتاعك. ومرحبا بالناس الكل. بيس اند فاكن لوف.